يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. بالإجماع أن الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة، وهم أهل السنة منذ مئات السنين. والرجل الذي تتمسحون به وتقدمونه في مجلسكم كلما حضر، قال في إحدى خطبه بأن الأشاعرة يؤولون وتأويلاتهم باطلة كتأويلات اليهود، كما نقله عنه أحمد رداد. ولما قال محمد أنور ما تعلم من جماعة التبليغ بنفي العلة والمعلول من أن الماء لا يروي بطبعه، وأن الطعام لا يخلق الشبع، وأن النوم لا يخلق الراحة، وأن خالق الإرواء، وهذه النتائج هو الله تبارك وتعالى، وهذه عقيدة التبليغ، عقيدة الأشاعرة بما يعرف بنفي العلة والطباع والقوة المودعة، بنفي شرك الإسناد. قال له الشيخ الذي تتمسحون به هذا خطأ. قال له محمد أنور: هذا كلام مشايخ التبليغ. قال له المشايخ الكبار عندهم شركيات. وابنه للشيخ الذي تتمسحون به قال للشيخ مصطفى الذي يخرج مع جماعة الدعوة الأشعري: يا شاعرة يا سافلة الورى، بالله يا رجل أنت وصاحبك. لما يعلم ابنه بأن التبليغ الأشاعرة أسافلة، وأنتم تقدمونه في المجلس وتتمسحون به وتشيرون إلى التائبين أن يدرسوا عنده، وقد أشرتم علي من قبل 10 سنوات، ألستم تدعون الناس لجماعة التبليغ وتقولون بأنهم أولياء الله؟ تقولون التبليغ أولياء الله في الأرض نشر الدين، والتبليغ أشاعرة، وهذا الذي تتمسحون به وتقدمونه وترسلون إليه التائبين ليتعلموا منه، يقول: يا أشاعرة يا أسافلة الورى. بالله يا رجل، ما هذا التناقض الذي لا يقبله عقل؟ ولما كثير من جماعة التبليغ اجتهدت عليهم ورجعوا عن معتقد الوهابية إلى معتقد جماعة التبليغ الذي هو معتقد أهل السنة، كم من مرة أخذت أنت وصاحبك الرجل الذي في مسجد الأردن الذي يقول عن مشايخ التبليغ الكبار بأن عندهم شركيات، ويعلم ابنه بأن الأشاعرة التي جماعة التبليغ منهم أسافلة الورى؟ أخذتوه ليردهم عن مذهب أهل السنة الأشاعرة الذي هو معتقد التبليغ، ودخلتم في قول الله تبارك وتعالى: الذين يصدون عن سبيل الله. أليس مذهب الأشاعرة مذهب أهل السنة؟ وعندما تأخذ أنت وصاحبك هذا الرجل ليزيل ما وقع في قلوب هؤلاء من مذهب أهل السنة، كم اجتهدت أنت وصاحبك لتبقى الجماعة على مذهب الوهابية؟ وهذا بشهادة الشهود عليك وعلى صاحبك. ودخلتم في قول الله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. بالله عليك يا رجل، أنت وصاحبك لما تقدمون هذا الرجل الذي يقول: يا أشاعرة يا أسافلة الورى في المجلس، هذا هو إمامكم؟